أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. هذه جولة جديدة من جولات الآن، نستعرض ونسلط خلالها الضوء على جديد وآخر التطورات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية. أسعدتم أوقاتا من جديد. كشفت تقارير أمريكية عن تجاوزات منسوبة للأسرة الحاكمة في قطر في الداخل والخارج، أشارت إلى أن خالد بن حمد يواجه دعاوى قضائية في المحاكم الفيدرالية الأمريكية، من بينها احتجازه لحارسه الشخصي وتهديده بالقتل لصيانه للأوامر على حد زعمه. لفتت التقارير إلى أن المياسة بنت حمد التي أدخلت شروطا وصفت بالمجحفة على عقود الخادمات والعمال في منزلها بنيويورك لمنعهم من الشكوى، حيث عاملتهم وفق التقارير بمبدأ السخرة، كما عادت بعدها بابتزازهم وتهديدهم. أوضحت التقارير أن محمد بن حمد شقيق آخر لأمير قطر تميم بن حمد تورط في قضيتين. كما كشفت صحيفة التايمز البريطانية أن شقيق أمير قطر أيضا جوعان بن حمد مدين بأموال طائلة لعدد من كبار مدربي الخيول البارزين في المملكة المتحدة وأوروبا. مع الأيام تتكشف تجاوزات الأسرة الحاكمة في قطر لتتصدر الصحافة العالمية، في ظل صمت تام من إعلام الإمارة التي تدعي نشر قيم الحرية والديمقراطية. منذ شهور زادت وتيرة التقارير الإخبارية حول إخوة تميم بن حمد، ومنها تقارير حول أخيه غير الشقيق خالد بن حمد الذي يواجه دعاوى قضائية في المحاكم الفيدرالية الأمريكية، منها احتجازه لحارسه الشخصي وتهديده بالقتل لعصيانه الأوامر، بالإضافة إلى قضية أخرى لاستعباده مواطنا أمريكيا كان يعمل لديه مسعفا ومراقبا لوظائفه الحيوية على مدار الساعة، واحتجازه ضد إرادته وإساءة معاملته. المياسة بنت حمد كانت على موعد مع فضيحة مدوية انتشرت أصداؤها خلال شهر فبراير الماضي حول العالم، بعدما أدخلت شروطا مجحفة على عقود الخادمات والعمال في منزلها بنيويورك لمنعهم من الشكوى، حيث عاملتهم بمبدأ السخرة، كما عادت بعدها بابتزازهم وتهديدهم. محمد بن حمد شقيق آخر لتميم تورط في قضيتين، الأولى اتهم فيها بأنه المسؤول عن الرشاوى التي قدمتها قطر لمسؤول الفيفا لتحظى الإمارة بتنظيم كأس العالم 2022، أما القضية الثانية فهي تورطه في قرصنة حسابات وإيميلات أكثر من 1200 شخصية أمريكية، من بينهم رجل الأعمال المقرب من ترامب أليوت برويدي. لم يكن جوعان بن حمد والذي يشغل منصب رئيس اللجنة الأولمبية القطرية أفضل حالا من إخوته، إذ كشفت صحيفة التايمز البريطانية عن تفاقم المشكلات التي يعاني منها مركز الشقب للفروسية الذي يرأس مجلس إدارته جوعان، إذ قالت الصحيفة قبل أسابيع إنه مدين بأموال طائلة لعدد من كبار مدربي الخيول البارزين في المملكة المتحدة وأوروبا. لم يتوقف الأمر عند أبناء الأمير المنقلب على والده، بل طاردت فضائح الفساد أبناء أسرة الثاني. وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن حسن بن علي الثاني تورط في حادث تصادم أسفر عن مقتل رجل مجهول الهوية يبلغ من العمر 66 عاما، وأكدت الصحيفة البريطانية أن السفارة البريطانية حاولت التكتم على الواقع. فهد بن عبد الله بن جاسم الثاني واحد من أبناء أسرة الثاني الحاكمة، الذي يدير شركة فشلت في تنفيذ مشروعات المونديال وأهملت الضوابط التأمينية، ما أدى إلى مقتل عامل إنجليزي في ملعب خليفة، وهو ما أثبتته التحقيقات البريطانية التي كشفت أن العامل سقط عن ارتفاع 40 مترا بسبب الإهمال في تثبيت الرافعات. من العاصمة السعودية الرياض ينضم إلينا السيد محمد الجبيبان، الباحث والمحلل السياسي والخبير في القضايا الأمنية. سيد الجبيبان أهلا وسهلا بحضرتك. الإعلام القطري ربما يتحين أنصاف الفرص لمساءلة أحد المواطنين السعوديين خارج المملكة العربية السعودية، ويقيم لأجل ذلك الليالي والقضايا التي يشير فيها من قريب أو من بعيد بارتباط مباشر بنظام الحكم داخل المملكة العربية السعودية. كل تلك الجرائم التي قد تشكل غيضا من فيض لا أحد يشير إليها من قريب أو من بعيد. يا اهلا وسهلا فيك استاذ المشاهدين. صحيح هذه نقطه مره مهمه، لانه يعني في التقرير اللي حضرتك ذكرته ترى هذا يعني على ما قلت يعني ايضا من طيب، وفي الواقع يعني هي اكبر مشكله فيما يخص
الفساد الدائر في 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 النظام القطري هو شراء حكومات، وهذا يمكن ياتي اخطر. شراء حكومات وانما تقول؟ للافراد، يعني عفوا تقول شراء حكومات؟ نعم نعم، هناك شراء العديد من الحكومات والدفع لهم، والعديد من رجال السياسه في اوروبا وفي مناطق في افريقيا وكذلك في اسيا. والا لو نتحدث فقط عن جزئيه اللي هي بس بوصل رايي، اللي هو موضوع كاس العالم، يعني من اعلى هرم في كاس العالم الى اصغر هرم، لوحظ ان هنالك في العديد من الامور القضاء او القضايا الخاصه بالفساد، فما بالك يعني تنظيم كاس العالم. نحن نتمنى التوفيق لاي دوله عربيه تنظم محفل الرياضي وان تتوفق وتنجح، ولكن ياتي بامور الدسائس والرشاوي وياتي بامور التعدي على الغير وشراء الذمم، هذا ما لا نريد. هذه نقطه. النقطه الثانيه اللي حضرتك تكلمت عنها، عندما يحدث مشكله في اي دوله عربيه تجد الاعلام القطري المضاد ومن يدعم هذا الاعلام يروج من هذه المشكله، وللاسف هي ليست بحقيقه. يعني هنالك استباق للاحداث حتى يحاول ان يظهر الجانب القطري بانه على فكرته اللي هو ايش؟ نحن بجانب الشعوب ونحن من يحاول يظهر للشعوب حقوقها، وهذه كلها اخطار زائفه لا تنم الا على ان هنالك احقاد داخليه ضمن هذا النظام، بلاش نقول الدوله، ضمن هذا النظام لتدمير المناطق التي هي محيطه بهذا النظام. ولكن على العموم الان الصوره تتضح يوميا مع قرب مسابقه كاس العالم. في التقرير اللي حضرتك ذكرت عنه تحدثت كثير عن العماله وما تواجه، وليست هو بس قناه اكسترا، العديد من القنوات والعديد من الصحف تحدثت عن سوء معامله العماله في دوله قطر. إذا كنت حضرتك أشرت إلى الجزئية المرتبطة بما تشيعه الحكومة القطرية من انحياز لقضايا الشعوب وانحياز للمظلومين وذوي الحس المرهف ربما في التعاطي مع قضايا من هذا النوع، هي بذاتها ربما الآن تكون ضالعة في قضايا مرتبطة بالسخرة بحسب بعض التقارير، وهذه السخرة اتهام واضح وموجه لبعض أعضاء الأسرة الأميرية الحاكمة في قطر، وهناك اتهامات بإساءة التعامل مع العمالة الآتية من النيبال ومن بنغلاديش لتنظيم وبناء المنشآت الخاصة باستضافة كأس العالم 2022. كيف يمكن فهم هذا التناقض بين انحياز لقضايا الشعوب المظلومة والمقهورة وبين ممارسات لا علاقة لها بهذه الشعارات؟ صحيح، وهذه نقطة حتى يعني لما تجي تطالع في القنوات الداعمة لهذا النظام تجد أن هنالك يعني مفارقات واضحة، تجد أن هنالك مثلا بعض الدول التي هي ترعى الإرهاب في العالم وتحب على هذا الإرهاب والتدخل في شؤون الدول، بينما هي تتعامل معها بكل أريحية. هو عندما تقوم الدول المعتدلة لدعم الحالة الاستقرار تبدأ هي بعمل النقيض، فهو نقطة جد وجيهة التي حضرتك تحدثت عنها اللي هو النقيض بأكمله. هذا يدل لك على عدم الاتزان في القيادة، هذا واحد. يدل لك على أن هنالك أيدي خفية تدير هذا النظام. اثنين، يدل لك على أن هنالك أعمال ما نسميه باللغة العامية تحت الطاولة للتوافق مع بعض السياسيين ولشراء بعض الذمم ولمحاولة يعني إظهار انه والله نحن نظام ندعم الشعوب، ندعم مظلوميتها. يعني خليني اخرج لك على جانب بسيط، حادث امس صار في او عمليه عسكريه حسب الانظمه والقوانين المنظمه للعمليات العسكريه قامت بها قوات التحالف في دمار، نظرا لان الحوثي يستخدم المواقع المدنيه لتخزين الاسلحه. عندما تنظر الى النظام القطري واعلامه لم يتحدث على اي موضوع فيما يخص ان الحوثي يهدد امن المنطقه، لا، تحدث لك على ان هنالك حقوق انسان وان هنالك يعني ضرب للمدنيين، وفي نفس الوقت في التقرير حضرتك اللي تكلمت عنه تجد ان هنالك معامله سيئه للعماله، وبنفس الشيء يعني ما حد يقدر يقول لي يعني انا ما شفت، انا شفت كيفيه التعامل مع العماله التي تاتي، يعني عماله تريد ان تسترزق وتاتي الى الدوله ويكون هنالك يعني تباين واضح. فهنالك خلل في هذا النظام، هذا النظام لم يقم على أسس، إنما قام تعرف التواريخ الانقلابات والقتل وإلى آخره، فهناك صراع داخلي، وهذا الصراع يعني ظهرت تصرفات أو ظهرت نتائج هذا الصراع للملأ
فيما يخص الرشاوي، فيما يخص الفساد، محاولة لتلميم ومحاولة لتجميع هذا النظام بأي طريقة كانت، مشروعة غير مشروعة. ولكن سيد الجبيوان بعد إذنك، يعني إذا كنت حضرتك قد أشرت إلى فكرة أن الحكومة القطرية أو النظام القطري لم يعد يتعامل بمنطق شراء بعض الولاءات لبعض السياسيين، ولا شراء بعض الذمم المرتبطة بما تعرف ببعض المنظمات الحقوقية، ولا شراء بعض التقارير التي يمكن أن تصدر من قبل بعض الهيئات أو المنظمات، وإنما حضرتك أشرت إلى شراء حكومات بأكملها، وهذه مسألة بالغة الخطورة. إذا كانت هذه استراتيجية متبعة لدى النظام الحاكم في قطر، فما هو تاريخها؟ من أين بدأت هذه الاستراتيجية؟ هو من زمان. يعني أنت شوف، في قصة وهي حادثة واضحة عندما تتكلم على النظام في العراق قبل فترة تقريبا أكثر من عامين أو عامين تقريبا، عندما يعني دفع، وكان السيد العبادي هو رئيس وزراء العراق، ويتحدث عن وصول مليار دولار كاش. أين ذهبت هذه المليار دولار وتحفظت عليها الحكومة العراقية؟ هي شراء النظام الحالي الداعم لإيران في العراق، بحجة أن هنالك أطلاق سراح أسرى، أو خلينا نقول لك يعني مختطفين، وتم أخذ هذه أو تم دفع هذه الأموال لمين؟ لحزب النجبة، لحزب الله، للأحزاب الطائفية في العراق، وهذا هو يشتري النظام. وانظر ماذا حدث في العراق وماذا فعل هذا نظام. طيب، يعني اقصد انه هذه عمليه تم كشفها للعالم اجمع، هذه اولا. تعال انظر في المناطق الاخرى التي تدعم الدول المعتدله والدول التي تريد الاستقرار بالعقل وليس الاستقرار بالافراط، تدعم حكومه، تدعم جماعات لتدمير المناطق وخاصه دول الخليج. يعني في ظل الصراع اليمني الحالي ودول التحالف، انكشف النظام هذا بكل صداقة، يدعم الداخل اليمني. تخيل سيدي الفاضل، يحاول أن يشق الصف اليمني بدعم حزب الإصلاح، وحزب الإصلاح إن شاء الله أنه يكون بريء منه، نتمنى ذلك. نعم. لأنه هو حزب سياسي، ولكن هو ما يفعله الآن في تدمير هذه العملية العسكرية ولمحاولة يعني إخفاق أو محاولة يعني قيادة التحالف إلى أن لا ينجح. ولكن كشف هذا النظام، كشف، وسوف يأتي إلى وقت ينقلب عليه. طيب سيد الجبابان، بعد إذنك، يعني من الذي يعنى بتعرية هذه الممارسات وإظهار هذا القدر البين من التناقض بين ما يعلن وبين ما يقال من انتهاج للسياسات، وبين الممارسات التي تأتي من قمة الهرم الحاكم في إمارة قطر؟ من الذي يعنى بتعرية هذه الممارسات؟ والله شوف، يعني هذا المفروض انه يكون هنالك وقفه جاده فيما يخص انه هذه دوله جاره من جغرافيا جانبنا، لابد ان يكون هنالك توافق. يعني لو نتكلم على ما حدث في سوريا، ما حدث الان في اليمن، ما حدث في العراق، ما حدث في العديد من الدول، ليبيا يعني راحت الى ابعد من ذلك، وعرف ان هنالك اصابع وايدي تدعم هذه الانظمه لمحاولة استمرار الانقلابات، وبزعمهم دعما للشعوب. لابد ان يكون هنالك وقفة جادة، والا سوف يعني يستمر هذا النظام. المال موجود، عدد الشعب 200,000، حي في القاهرة، حي من احياء القاهرة، اكبر عدد سكان من دولة قطر، وهذا يعتبر يعني انا اسميه انزلاق في 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 مرحلة خطرة الدول تمر بها، ويستغل هذه الفرصة. إذا كنا بد من تكاسب الدول، يعني هذه المقاطعة ضد قطر أنا أعتقد أنها فضحت النظام القطري وفضحت السلوك القطري للعالم، وأصبح العالم يعلم بغض النظر عن تعامل السياسيين. يعني لما نتكلم أنه السيد ترامب يقابل رئيس وأمير قطر ويتحدث بأنك شريك وأنك وأنك وأنك، رأينا عندما تحدث على قاعدة العديد. نعم. أنكم أنتم التي دفعتم. الدول كلها في العالم عندما تأتي قوة أجنبية هي التي تدفع لمقابل التموضع في، ولم يقدم الإعلام القطري تقريرا واحدا إزاء ما قاله صراحة ترامب فيما يتعلق بالإنفاق على قاعدة العديد ولا بالإنفاق العسكري هناك. لم يقدم الإعلام القطري تقريرا واحدا يسلط ضوء على هذا، بينما عشرات التقارير يمكن أن تصدر في أي كلمة واحدة في الاتجاه الآخر. نعم، هذا واقع. يعني انت لما تيجي تشوف خطابه اثناء ترامب اثناء الانتخابات، خطاب انتخابي، ونحن نعلم ان هذه الطريقه الانتخابيه لكسب الاعداد اكبر، تجد الاعلام القطري
يحول هذه القضايا إلى أنه والله نحن يعني في منطقة مسيس أو بمعنى صح راضخين للابتزاز الأمريكي، وهذا يعني لا يأتي إلى العقلانية وإلى الحكم وإلى الحكمة. أينما رأينا واقع هنالك تركيا أتت إلى هذه الدولة، الآن إيران تعمل مع هذه الدولة لزيادة الشرخ العربي، وهي تؤسس قطر لزيادة الشرخ العربي والفرقة العربية. نعم نحن أمام نظام لابد من إعادة تقييم هذا النظام، لابد من إعادة النظر، جامعة الدول العربية تتدخل فيه، لأنه فعلا هذا النظام بماله وبشرائه للذمم وبشرائه للحكومات أصبح يعث في الأرض فسادا، فلابد من إيقاف هذه المهزلة التي تصدر من هذا النظام. طيب سيد الكبيبان، الرئيس الأمريكي طالما أن حضرتك أتيت إلى ذكره في مؤتمر صحفي في عام 2017 مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانس في البيت الأبيض، قال نصا من المؤسف أننا نتحدث عن مسؤولية حقيقية للنظام القطري في دعم الإرهاب، قال ذلك نصا، ثم بعد ذلك تغيرت وتبدلت الاستراتيجية، أو ربما هي مسألة تبديل المقاعد بين الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تتخذ موقفا حازما تجاه النظام الحاكم في قطر، ولا الدول الغربية التي قالت أيضا أن هناك مسؤولية على النظام القطري في تأجيج صراعات عدة في المنطقة. كيف يمكن فهم هذا التناقض أيضا؟ وهذه نقطة، يعني تذكر أضيف اللي حضرتك لما خرج السيد ترامب بعد الاجتماع العالمي في الرياض، نعم، مع الدول الإسلامية والرئيس ترامب، وخرج أمام الملأ وتحدث بأن قطر داعمة للإرهاب، ونحن لا نتهم جزافة، نحن نتهم بوقائع وأحداث، نحن نتهم بأدلة، هنالك أشخاص يتم دعمهم لاستمرار العملية الفوضى في الدول العربية، لاستمرار دعم الأنظمة، أو خلينا أقول لك لمحاولة لإسقاط بعض الأنظمة، هذا واضح. ولكن عندما نرجع للنقطة، هي مصالح، وأنا أعتقد أنه هذه مشكلة في السياسة، لأن السياسة أنت حضرتك رجل سياسي وتعلم هذه الأمور، هي الأمور بمصالح، فقد يكون بعض الدول يعني تضحي بسمعتها وبتاريخها الديمقراطي وبنزاهة شعوبها لأجل المصالح، ولله الحمد لم نجد هذا في دول المقاطعة على رأسهم المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر الشقيقة، دولة الأمارات، مملكة البحرين، ضحت بهذه الأمور يعني لنظير أن يكون هنالك وقفة ضد هذا النظام بفضحه أمام العالم وما يعمل. فلم يكن هنالك تباين من هذه الدول، ذهبت معنا بعض الدول وأبدت رأيها، وكان هنالك العديد من الدول، ولكن يعني قد تكون مصالحها تضررت، وهو واضح يعني كان واضح موقفها. فأرجع أقول للنقطة الرئيسية، هي مصالح، ونحن في صراعات مستمرة، أنت شايف روسيا كيف تتمدد في المنطقة، أنت شايف كيف الصراعات في المنطقة، الأمريكان لابد من مواجهة هذه التمددات، الصين من جهة أخرى تحارب الدول الكبرى تجاريا، وليس فقط تقتضي على قطر، لا، إنما هذا يعني مع العديد من الدول، الدول الغربية عندما تتعامل فلها العديد من المصالح. يعني الآن انظر ماذا يحدث في إيران، الدول الأربعة زائد واحد تقف في صف إيران، بالرغم أن لديهم من العلم بأن إيران أكبر داعم وأكبر يعني مشروع تخريبي في العالم. المسألة على الأرجح مرتبطة ببعض التفاهمات مع الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة ليست غائبة عن هذا الملف، أو على الأقل يتم إنضاجه تحت بصرها. أنا أشكرك شكرا جزيلا سيد محمد الكبيبان، الباحث الأمني والمحلل السياسي، منضما إلينا عبر الهاتف من العاصمة السعودية الرياض. إذن كان هذا تعقيبا على ما تم إيراده في بعض التقارير الصحفية، ما تم إيراده في تقارير مرتبطة بتقارير إعلامية مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي أشارت إلى انتهاكات منسوبة لأعضاء في الأسرة الأميرية، أشقاء لأمير قطر تميم بن حمد، شقيقته الميساء التي اتهمت بأنها كانت تضع شروطا تصف بالمجحفة لبعض العمالات المنزلية التي ترد إليها في منزلها بنيويورك، وبعض التقارير الأخرى التي أشارت أيضا إلى مبالغ مالية طائلة كمديونيات على شقيق أمير قطر جوعان بن حمد، الذي قيل أيضا أنه مدين بهذه الأموال الطائلة لبعض مدربي الخيول في المملكة المتحدة، فضلا عن بعض التقارير التي أشارت إلى ضلوع شقيق أمير قطر في عملية قتل في العاصمة الأمريكية واشنطن، هذه التقارير التي تمت الإشارة إليها في أكثر من مناسبة في الأيام الماضية، فضلا عن جملة تقارير أيضا كانت مرتبطة بإساءة التعامل مع العمالة الآسيوية التي تذهب إلى قطر لمحاولة بناء أو المساهمة في بناء المنشآت الرياضية وغير
التقارير الرياضية المعنية بتنظيم كأس العالم 2022، هذه التقارير التي كانت على مدار سنوات متصلة يتم الإشارة إليها وصولا حتى إلى ما تم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي لفيديو في إحدى ضواحي العاصمة القطرية لبعض العمال الآسيويين الذين رفضوا الذهاب إلى العمل وأظهروا تذمرا واعتراضا واضحا على تأخر مستحقاتهم وعلى ضآلة المبالغ التي يتلقونها لقاء العمل.